في البداية كان الصوت لجرس واحد. قبل أن تختلط أصوات ثلاثة أجراس قرعت كلها في الوقت نفسه إذاناً ببدء زياح دهور الشوير المشترك. ففي هذه المنطقة ومنذ 7 سنوات قرر الموارنة والروم الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت أن يوحدوا زياح الشعانين والقيامة ليصبح زياحا واحدا. كنيسة واحدة، جنيز واحد، شعانين واحدة، وهجمة واحدة لمسيح واحد. أتمنى أنه كل الأعياد توحد بهذه المناسبة ويكون ظهور شوير مثال لكل المسيحيين حتى يتفقوا مع بعض ويكونوا واحد. يا رايت هالروح بتكون موجودة، مش المهم المظاهر، الروح تكون موجودة بين كل المسيحيين. دعوات رجال الدين كررها المشاركون في الزياح. ما فيها عنا طائف ولا في عنا أرثوذكس ولا كاثوليك، نحن بنشكل وحدة متكاملة مع بعضنا. كلنا على فرد قلب وكلنا على فرد صلاة، أكيد أحسن. إذا الواحد بعيد لوحده مش حلو قد ما كل العالم بيكونوا كلهم سوا مبسوطين مع بعض. وزير التربية الياس أبو صعب ابن بلدة دهور الشوير لم يغب عن هذا التقليد السنوي. رغم الهجمة اللي عم نشوفها اللي هي بعيدة عن أي شيء اسمه إسلام أو مسيحية، بدي أقول لهم أنه نحن منضل موجودين ومكمشين بأرضنا، وعيدنا رح يضل عيدنا وعيدهم كلهم، ونتأمل أنه نوصل لمحل يقتنعوا الكل أن نوحد العيد، لأنه ما بيصير يضل العيد مقصوم. الاحتفالات الموحدة في دهور الشوير لن تلغي التفرقة، لكنها بالتأكيد تضيف لعيد الفصح نكهة خاصة.